السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة صابرين، أخصائية الجلدية والتجميل الجلد غير جراحي من الليزر. النهاردة هكلمكم على برودكت لشركة برايم. تمام، هنتكلم على الفيتامور سواء كان الكريم أو السوب والسكاي كيور. طيب انا هتكلم عليهم ليه. انا دايما عودتكم ان انا لو في برودكت فيه تكه صغيره كده عن بقيه البرودكتس الموجوده في السوق لازم استريس عليها علشان الناس تستفيد. طيب هي ايه التكه الصغيره اللي موجوده في البرودكتس بتاعتهم اللي انا جايباها النهارده؟ احنا لو اتكلمنا اول حاجه على الوايتنينج كريم او كريم التفتيح الفينتامور. الفينتامور ده التركيبه بتاعته بصراحه يونيك، ان هو فيه حاجتين مهمين. اول حاجه ان هو فيه اس بي اف او معامل حمايه للشمس 25، اللي هي مناسبه جدا للشمس بتاعه الشتاء، يعني مش محتاجه ان انا احط سان سكرين وانزل بيه. في نفس الوقت انا هحط الكريم بتاعي وهنزل بيه وهو هيفتح الجلد بامان، وفي نفس الوقت هيحمي من تاثير الشمس اللي بتعمل تصبغ. طيب ايه التركيبه اللي فيه؟ هو فيه حاجات للتفتيح كتيره زي ما احنا متعودين، بس اهم حاجه فيه ان هو فيه ماده الهيالورونيك. ماده الهيالورونيك زي ما احنا عارفين ان هي الماده اللي بنستعملها حاليا في الفيلر، ده المكون الاساسي للفيلر او الماده المليئه اللي احنا بنحقن بيها ونعمل بيها الكونتورنج والحاجات الكتيره دي. وهي موجوده في الجسم فين؟ موجوده في السائل اللي موجود في الجوينتس، كالوبريكيتنج سابستنس او ماده بتعمل لوبريكيشن، بتعمل تليين علشان المفاصل تشتغل كويس. واصدقائنا اطباء العظام يوضحوا لنا كمان النقطه دي اكتر مني. طيب هي موجوده في الكريم بتعمل ايه؟ ليها حاجتين رئيسيتين. اول حاجه ان الهيالورونيك اسيد بيأكوارد ووتر، يعني بيمتص الميه، فده هيعمل لنا ترطيب حلو جدا للبشره، وفي نفس الوقت هو وجوده بيحفز نمو الكولاجين والالاستين، ودول الفايبرز اللي موجوده في السكين، فهيدينا ريجوفينيشن او النضاره اللي احنا عايزينها. طيب في ايه تاني من الحاجات اللي فيه علشان التفتيح؟ هو فيه طبعا فيتامين سي، الناس اللي بتسال على فيتامين سي، وفي البرو فيتامين بي 5، وفي كمان خلاصه العرقسوس، تمام، وفيتامين اي. طيب السوب بتاعته تمام، برضو هي للدارك سبوت او للتفتيح، بس هي فيها مكونين رئيسيين. في حاجه اسمها ساليسيليك وسلفر، فاقدر استعملها في البيشنت اللي عندهم بوست اكني او في نهايات حب الشباب عندهم شويه اثار مع شويه حبوب بسيطه خالص اللي هي بنقول عليها الكوميدونز، الحاجات اللي باقيه من حب الشباب، تمام، هقدر استعملها، هيقشر لهم كويس الجزء ده تقشير لطيف، وفي نفس الوقت هو فيه الليكرش، فهيعمل ايه؟ فهيقلل شويه من الدارك سبوت او علامات حب الشباب. سواء كان الفينتامور كريم او فينتامور سوب، الاثنين بستعملهم مرتين في اليوم، واسعارهم افوردبل على فكره. يعني الفينتامور كريم ب 65، وهو العبوه بتاعته هوريها لكم، ده بالبافس كده تمام. الابلكيشن بتاعته سهله، والكريم مش دهني خالص خالص، فاقدر احطه وانا مطمنه. السوب برده سعرها 30 جنيه. طيب هنتكلم بقى على البرودكت الثالث اللي هو السكاي كيور. السكاي كيور ده ايمونيان كريم، بس مش ايمونيان كريم عادي، يعني كريم مهدئ للجلد، بس مش زي اي كريم تاني. هو فيه نفس الفكره بتاعه الفينتامور، ان هو فيه الاس بي اف بتاعته 25، يعني اقدر احطه الصبح، بحب اكتبه لعيانين حب الشباب اللي انا بكتب لهم كريمات بالليل قويه، او بياخدوا حاجه سيستميك زي الايزوتريتينوين، وده بيزود حساسيه الجلد للشمس، فلازم يستعملي ده وهو نازل الصبح عشان يحمي بشرته من الحساسيه بتاعه الشمس، وفي نفس الوقت هيرطب ويهدي الجلد اللي بيحصل له شويه التهاب من علاجات حب الشباب، وفي نفس الوقت مش هيعمل لي مشكله الدهون العاليه اللي بتبقى في الكريمات العاديه، او ان هو يطلع لي كوميدونز او يكون كوميدوجينيك. طيب هو في ايه تاني؟ السكاي كيور انا ما بستعملهوش في ده بس، احنا بنستعمله كمان في حالات الاكزيما، لانه في كريمات بتعمل هيلينج افكت، في انجريدينت اقصد بتعمل هيلينج افكت زي البيز واكس والبروبيلس. البيز واكس والبروبيلس دي مستخلصات من العسل، ودي عندها القدره ان هي تسرع التئام الجلد، تمام. طبعا بالاضافه زي ما قلنا لماده الهيالورونيك اللي بتدينا ترطيب عالي جدا، وعندنا ماده الزنك اوكسيد اللي بتحمينا من الشمس. السكاي كيور برضو سعره كويس، هو سعره 48 جنيه، بنستعمله في حالات الاكزيما، وبنستعمله كترطيب كريجوفينيشن للجلد في اي حاله، وما نقلقش منه خالص لانه غير دهني بالمره. يا رب كده تكونوا استفدتوا من الالستريشنز دي، والحاجات دي موجوده طبعا في الصيدليات وسعرها افوردبل. واشوفكم على خير.